مستويات اخرى ممكن بعض الاخوان اخرين انهم لا مزيانه هاد الفكره والله الا مزيانه. فالشركه كتهنيك هي كتجيب لك البروفيل اللي بغيتي وانت مهني ما تبقاش بلا ما تبقى تقلب اللي هما معتمده ومعروفين على مستوى العالم تيخدموا في السكاوتين. عرفتي ديال شكراتني فكرتي في افيتو 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 كيعطيك ديك اللعيبه ديال الفلتر داك الفلتر كيعطيك كاتك بغيتي الطوموبيله اين مدينه مثلا اش من اج عندها سميتو شحال المبلغ ما بين كذا وما بين كذا فهمتي كتعطيهم دوك لي زانترفال وكيخرجوا لك لي شوا بوسيبل راه هي هادي هادشي اللي غينفع صراحه. كاين الرجويين والله الا تشوف بعض الرجوي تيديروا بعض المجهودات اللي هي خاصه سواء سي هشام ولا بعض الرجوي الاخرين تيديروا واحد المجهودات وصراحه تيقدموا بعض المرات بعض الاسماء هي بعيدة بزاف يعني ما ماشي زعما تقول لك شي سمسار ولا شي حاجه وتيقدموا من تجي ندخل انا باش نكتشف داك اللاعب تلقى في مستوى اللي هو كبير بحال مثلا واحد المدون الرجاوي بارطاجا واحد الالي غوش هو تيلعب الي غوش والي دروت تيلعب حتى افون سونتر تيلعب مع سيمبا وصراحة المدة اللي كنلعب فيها هو كان هو غاني ولعب وقيلة في البداية ديالو وقيلة في فيتا كلوب جو بونس ولعب مع عدة فرق ودابا مع سيمبا المستوى ديالو عالي جدا صراحة المستوى ديالو عالي جدا إلا ما خاطيش داك اللي سميتو موريسون برنار وقيلة يلاه سينو معاه ما تنظنش بأن سيمبا تبغي تطلقو غير هو اللي بغي نقول لك دابا يوسف هو انه الاصداء اللي تخرج بالنسبه للاعبين اللي غيمشيو واكثر من اللاعبين اللي انهم غادي يجيو فهمتي يعني غنزيدو نعذبوا الفرقه هذا هو التخوف انا اللي عندي حيت انا شوف انا كاع الرجويين اللي تيتبعوك انت في البرنامج عارفين بان كونتر انيس محفوظ وعارف ان انيس محفوظ اول حاجه دار هذا المدرب هذا ما كانت لا لجنه تقنيه لا اداره لا شي حاجه فتنظن بانه عدم الاشتغال ديالو على الهيكله بطبيعه الحال في الظرفيه اللي هي صغيره وما تعطيش الاعذار نهائي لانه قال بانه راه كاينه واحد تقريبا واحد 10 مليون ديال الدرهم اللي هي واحد مليار سنتيم قال بانها راه كاينه غنحاولوا اننا نستعملوها يعني واجده من بعض المخارطه اللي غادي يعطيو كذا وكذا. ثانيا هو دخل هذه المعركه هو عارف شنو هي التحديات فالا بداش انت دابا في المستوى انا تنقول انا اول واحد انا ما نزلوش انا اصلا ما نزلوش انا اصلا بلا داك الشيء يعني هو خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. وقال نقطه اخرى حيت حنا خصنا نرجعوا للماضي شي شويه في وقت المرحله الانتخابيه وقال النقطه الثانيه بانه على علاقه واتصالات مع عده لاعبين شطونا في المغاربه عندهم تجربه اللي هي كبيره واغلبيتهم راه كانوا شطونا على الدوري الخليجيه من المستويات ديالهم مزيانه وفي بعض المناطق اخرى ما نذكرها هو بصفه عامه. الا كنتي ديك الساعه تدير شو ولا ديك الساعه تتكلم بغيتي غير باش تقول اي حاجه باش زعما انك تقنع الجمهور الرجاوي راه هو اصلا ما تقنعش راه دابا وقت الحسم راه الا ما جبتيش التدعيمات اصلا حنا دابا حاليا بدون تدعيمات الا بقينا غادي هكا البطوله مشات لينا شكون واضح لان الوداد ما تخسرش الوداد غتقدر انها دير اخطاء الى ارتفع المستوى ديال الفريق ديالنا ولينا ما تنزلوش الماتشات ديك الساعه نقدروا نديروا عليهم الضغط اما بنفس التركيبه البشريه فما تنظنوش انها تكون شي حاجه اخرى وبذلك البطوله مشات نساها كاس العرش تنظن ممكن تقدر لان تعودنا على ان كاس العرش فرق في الدوزيام ديفيزيون ما تديهم تشامبيونز ليغ من الحال والمستحيل ضروري بذلك اكثر واحد ما بين المطرقه والسندان هو السي انيس محفوظ تتمنى له التوفيق ولا ما قادش الراجا وما جاب انتدابات لان كاين اشكال اخر اللاعبين اللي غتبغي انك تصيفطهم راه الا ما لقيتيش معاهم حلول اللي هي وديه وخلصتهم في المسائل ديالهم دابا اللاعبين كلهم ولاو تيعرفوا بانه الاحكام اللي تخرج 45 يوم تتوقف واللاعبين حتى اللي ما كانوش عندهم فلوس يتسلفوا ويمشي لك للطاس دونك اذا ما جبتيش اللاعبين وصيفطتي اللاعبين ما خلصتيهمش غيوقع لك عاوتاني مشكل اخر يا اما تحبس عن الانتدابات يا اما انك توقف على المشاركه في المسابقات الخارجيه حتى ممكن انه تخسر منك النقاط وتنظن اخويا على صبيح ساخي تنظن اخويا جعفر ان هذا المشكل هذا راه خفاف دابا شويه مع الناس على اللاعبين اللي غيبغي يسرحهم عرفت عرفت عندو هادوك اللي يسرحهم لانه من قبل الا بغاوش الا بغاو الكونترا ديالتهم كامله راه هنا لان اللاعبين لا حيت الكونترا فينا بلاتي جعفر الناس اللي كدوي عليهم نتايا راه هما واحد 10 د اللاعبين
وهذوك اللاعبين حيد منهم زنيتي مثلا، حيد منهم العرجون، وحيد منهم مثلا الوردي، هادو ثلاثة لا أظن أن الفريق غادي يفرط فيهم، غادي يجدد معهم، ولكن يبقى واحد سبعة الناس. هادوك سبعة الناس لا أظن أنه شحال بقات لهم، ست شهور، ما تنظنش أن الصالير ديال ست شهور غادي يظهر قراجة. لا تقصد أن اللاعبين الجدد اللي سينو معاهم بحال مثلا كوادا، شحال سينو معاه؟ 12 سنة. إيه شوف هادوك شي هادوك ممكن يلقاو معاهم حل ديال الاعاره، ماشي مشكل الا كاع كنزو غيديروا معاهم اعاره، وها هما تهناو من الصالير ديالهم واحد العام، واحد ست شهور تهناو من الصالير ديالهم، وفي نفس الوقت راه باقي محسوبين عليك حتى تلقى لهم حل على خاطرهم هنا نهايه السنه. ولكن شوف يعني ليس هناك، حنا نتكلم على سبيل الاستئناس فقط وعلى سبيل التمثيل، اما هو المكتب ليس له اعضاء، المكتب ليس له اعضاء، ليس له اعضاء صح، حيت الفرقه سميتو الانتداب هو ضروره ليس باختيار، انا ما بقاش اختيار عباد الله عند هذه الفرقه، لان الفرقه كانت واحد الوقيته كدور بواحد الريتم معين، يعني كتقضي شي ماتشات وشي ماتشات كتكون شويه طايحه، ما دابا الفرقه في انحدار، في انحدار بمعنى راه وصلت لذاك المستوى اللي ولات لو ريكروتمون فيتال، مسألة حيوية لا نقاش فيها. كنشكرك خويا جعفر. نعم تفضل 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 نتفق معك، لأنه دابا الرجاء حاليا خاصة على مستوى البطولة تتكلموا ما تبقى في الدورات، راه هي تتبان واحد المهمة اللي هي صعيبة بزاف ولكن غير مستحيلة، يعني ما تبقى من الدورات خصك تربحوا الماتشات كاملة، يعني داخلتي وخارجتي خصك تربح. وتسنى ما فيهاش شك، وهذا الشيء اللي تنتكلموا عليه انه خاصو يكون واحد الاداء اللي هو مرتفع على الاداء اللي عندنا، الاداء في البطوله الوطنيه متقارب، فخاص يكون عندك واحد الاداء اللي هو كبير، خاصك تجيب واحد اللاعب اللي يقدموا الاضافه، وفي نفس الوقت ما يكونوش مثل مثلا الحفيظ اللي تيعاني من اعصاب وتيعاني دائما من اصابات، خاص تكون القوه البدنيه والعضليه تكون القوه البدنيه والعضليه طبيعي. ما عرفتش شكون هذا الاخوه اللي دخل، واش واحد قطع عليه، واش هادي ما فهمتش، والله ما عرفت علاش نقاطع، علاش نقاطعت المكالمه ما فهمتش، غادي نرجع نحاول نتصل بالسي جعفر. وي خويا وي كان انقطاع، كان انقطاع في الخط، كان انقطاع واخا كخلاصه خويا، اشنو كيبان لك دابا حاليا، اشنو يعني اشنو البروفيل اللي كيبان لك يقدر يفيدو الرجاء حاليا، بغض النظر على داكشي اللي كتفاوض مع الرجاء، شنو البروفيل اللي يقدر يفيدو، واش كاين بعدا، كاين بعدا الماده الخام، واش كاين ما تاخذ الرجاء الا بغات كاع تشري، ما واش كاين ما تاخذ، بالنظر من كندويو دابا، كندويو ماشي على نيمبورت ميم كاين ميركاتو، خصنا نكونو كندويو بدقه، ملي كندوي على ميركاتو كندوي ميركاتو الشتوي، عنده خصوصيات ديالو، معروف بالشح ديال سوق انتقالات، اللاعبين اللي عندو شي فرقه اللي عندها شي لعاب هاز راه القارم عليه، يعني كاين حتى حدود ديال الانتداب فهي ضيقه شي شويه، فكيفاش كتشوف هذه المساله؟ انا سي يوسف شوف باش نكون معك واضح، انا ما عنديش معطيات دقيقه، ولكن على حسب ما تم الشرح شفت الشرح اللي هو مناسب، خاصه بالنسبه لبعض اللاعبين وبعض الاسماء اللي طرحت داخل البطوله الوطنيه، تنتكلم على الجبهه الاماميه، يعني تنتكلم في الهجوم، لي ستاتستيك اللي تعطاو على حمودان ارابور ل عاوتاني القطع واخا. الو المرجو تعبئه حسابكم. سلام واخا سيدي، نرجعوا للواتساب، نجعل البركه في واتساب، الله يغنينا عليكم.
Alors, allez, c'est dit. خويا سالا السولد، الو، قلت لي سالا السولد، قلت لي نرجعوا للواتساب. الله يغنينا لا عليكم. ماشي مشكل، حيت حنا دابا ممكن عندنا واحد الاشكال اخر. وي لا، اللي كنت باغي نقول لك زعما بالنسبه كاخر خلاصه، اخر خلاصه هو انه بالنسبه لحمود كيف ما قلت لك، على حسب الاحصائيات ديالو بالنسبه لعدد ديال الدقائق اللي لعب والماتشات اللي لعب، كاين عنده مستوى اللي هو جيد وغيفيد الفريق، لانه لاعب عنده واحد الخبره، وصل واحد النضج اللي هو معين، فغيقدم الاضافه. وخاصه ذاك الاشكال اللي كان وقع، ممكن انه تكون واحد شويه ضغط على اليس محفوظ، انه بغى يحيد ديك هذيك البصمه او هذيك الحاجه اللي تقالت عليه بانه هو اللي فسد يعني في المره اللي فاتت. كاين واحد اللاعب اخر اللي هو طرحه ديال اتحاد طنجه، حتى هو كهجوم ما تنظنش بان اتحاد طنجه تخلى على جوج ديال اللاعبين، ولكن منين شفت لي ستاتيستيك ديال ذاك الجوار، حتى هو هذاك سميتو وماكسيميليان شي حاجه، هذاك لو نوف ديالهم هما داك هو ستاتيستيك ديالهم حتى هما جيدين. لا مزيان هذاك السيد، مزيان 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 هذاك، متحرك مزيان وبالوبي حتى هو التكنيك مو مزيان. ولكن فاش كان كاين داك اللاعب ديال اسفي اللي كان لعب ضدنا، هذاك لي ستاتيستيك ديالو احسن من هذا اللاعب الافريقي. انا اذا كدوي على داك اللي ماركا البيلانتي، انا ما كيعجبنيش. لا، ما فهمتيش السي. لا عرفت، كدوي انت على لي ستاتيستيك، ما كدويش على المستوى التقني، عرفتك انت كدوي على الاحصائيات ياك. هو الاحصائيات تقول بانه اللاعب تيقدر انه يعرف يشد الكره، تيدريبلي مزيان، والنسبة الكبيرة ديال الأهداف اللي سجلوها آسفي تقريبا 90% دي كونتريبيسيون دو بوت تيكون هو داخل فيها. دونك انت تيبقى هادشي على حساب المدرب وعلى حساب اللي تيبغي هو يلعب به. إلا بغى لاعب اللي هو في قريب شوية البروفيل ديال مالونغو وعنده شوية لو دريبل جوغ، هذا إلا كان عنده واحد السيل آخر، فشوف لي ستاتيستيك وتشوف انت لو السيل دو جو ديالك اللي بغيتي انك تلعب فيه. هذا هو اللي كاين بالنسبه للزرهوني. انا شفت صراحه اللي وقنعني السي هشام صراحه، باش نكون معك واضح، لي ستاتيستيك ديالو ديال هاد السنه هادي ولا حتى السنه اللي قبل منها، واخا انه اهداف، ولكن لي ستاتيستيك ديالو فريمون هابطين بارابور لي دو جوغ، هاد لي ثلاثه ديال لي جوغ هادو. تنتكلم على جوج اللاعبين ديال اتحاد طنجه وهاد اللاعب ديال اسفي. فاللي غتشوف واحد اللاعب اللي يقدم لك الاضافه، هادو هما اللي تيبانوا ولكن بلاتي واحد القضيه. لا بلاتي، دابا كدوي على ستاتيستيك، متفق معك، ولكن انت راه كتقارن تلاعب الناس ما كيلعبوش في نفس البوست، حيت دويتي دابا على الزرهوني، قلتي مقارنه مع لي ستاتيستيك ديال حمودان وديال سميتو ديال اللاعب ديال اسفي، لي بوستي سون ديفيرون. انا غير بغيت زعما ملي ندوي على ستاتيستيك بحال كنقول صانع العاب، راه تندوي على التمريرات الاخرى الحاسمه، لي زاسيست الدرجه الاولى، وكذلك انهاء العمليات، لانه حتى العشرة مطالب كذلك انه ينهي العمليات، يكون قوي في البالا في لي كوفران كذا كذا. ربما انا تنشوف رايي هكا، ما عرفت انت هذيك النظر ديالك. انا كنقول علاش لانه دابا حاليا الوضع اللي في الفتح الرباطي، فاش تيدخلوا في الزرهوني تيلعبوا عليه غير هو، يعني اللي هو الجوار اللي تتعطاه كره باش يلقى الحلول. صح، وبعض المرات انه هو تياخذ البديله باش انه باش يسجل، فتتلقى بانه ما سجل حتى شي هدف، عطى جوج ديال التمريرات حاسمتين وقيله فقط، وحتى الكونتريبيسيون دو بوت اللي كانت عنده تقريبا جو بونس 22%. يعني المساهمه في الاهداف 22%، وبذلك ما تيشاركش هو في تسجيل الاهداف. وحتى الحركه دي انا ما غاديش نتكلم معك كانني شخص اللي هو تقني، ولكن منين شفت مثلا السي هشام وعنده ادرى مني بالامور التقنيه قنعني في هذه الجوانب. ما تبقى من اللاعبين السي يوسف يكذب لك كذاب انهم خصهم يجوا من على برا، لانك غتخرج لاعبين افارقه، اما غتصيفطو بريطا كيف ما تكلمنا، او انه لقيتي معاهم شي تسويه او انك تبيعهم. يعني خاصك تجيب لاعبين اخرين اجانب باش تكلموا على احسن
احسن هاد اللاعبين الاجانب تيلعب في وسط الميدان اللي هو نغوما. تنظن هما غيبيعوا لانه غالبا حسوا به بانه ما بغاش يجدد معاهم العقد. تنظن او ان المدرب ما اقتنعش به وغيمشي للفريق الثاني ديال الغريم ديال سيمبا. وقال سميتو افريكان يونغ ولا يونغ سميتو يونغ 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 افريكان يونغ افريكان كاين فرقه في يونغ 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 افريكان وي يعني يونغ افريكان غالبا هم الشبان الافارقه غيمشي لهاد الفرقه وبذلك غادي الاجانب افارقه. فانه هاد اللاعب على المستوى اللاعبين الاجانب فغيبقى عندنا مراكز ديال الشاغره. فمن نشوفوا من ناحيه القيمه السوقيه غتجيب لاعبين بالتكلفه اللي هي اقل غير خاصها تكون عندك اللي هي عين لما تنقولوا تقريبا ماشي متقوبه بحال اللي وقعنا شحال هادي تجيب لاعبين بواحد التكلفه اللي هي قليله والمستوى المرضود ديالهم اللي هما مزيان تستافد منهم انت وتستافدوا حتى هما منك لان القيمه ديالهم غتطلع شافعه. انا غير واحد القضيه بغيت نعقب على داك الراي اللي سقتيه ديال السي هشام في اللاعب الزرهوني. انا واحد القضيه الزرهوني ممكن نتفق معاه في واحد الجانب انه الاحصائيات ديالته شويه ناقصه مقارنه مع اللاعبين اللي غالبا الرجاء كتجيبهم واللي كتطمح ليهم. ولكن الزرهوني انا واحد القضيه علاش انا عاجبني الزرهوني. الزرهوني عنده شي حوايج اللي ما كاينينش عند الرجاء ياك واللي ما كيقوم بهم حتى شي واحد دابا في الرجاء. اشنا هما جوج حوايج مهمين هي انه الي غوميون يعني انه عنده ديك لانيماسيون دي جو اوفونسيف هادي الرجاء ما كيقوم بها حتى شي واحد. عندنا متولي بوحدو اللي كيحاول يدير ديك لانيماسيون يدي كولا اليمين ويجيبها ويلعب لين دو ويحاول يتيري ويحاول يكادري ويحاول يسونطري ويمشي من هنا ويمشي من هنا. هذاك لو ميليو اوفونسيف اللي كي غوميون كيخلق لو جو كي انيمي لو جو اوفونسيف ما عندناش. فالزرهوني عنده هاد لو بروفيل. فملي كندو على هاد لو بروفيل هذا راه ما كنهضروش على لي ستاتستيك حيت هاد الشيء ما فيهش ستاتستيك. هاد لو جو هاد لانيماسيون اوفونسيف ما فيهاش لي ستاتستيك. ستاتستيك فاش كيكونوا في الفينيسيون بمعنى ملي كيعطي اسيست وكتوصل الكره عند مهاجم هذيك الساعه كتحسب ليه في لي ستاتستيك. ولكن داك التحرك اللي كيتحرك بالبالون وداك الديرونجمون اللي كيديرونجي لادفيرسير ولا ديفونس وكيخلق لي زانترفال ما كتضبطوش الاحصائيات. لهذا انا عجبني في هذه القضيه ديجا الزرهوني. حاجه الثانيه اللي عجبني فيها واللي كذلك ما كايناش عند الرجاء هي القذف قوه القذف. الرجاء تعاني من القذف يعني اللاعبين ديالها عندها حتى ملي كيقذفوا قذفات ضعيفه غالبا نادرا فاش تلقى شي لاعب كيدير البوطو يعني من الوقت اللي مشى مالونغو ما بقيناش من القذفات بتاتا. سو كيفي انه هو عنده هذه الميزه وديما كيقلب عليها راك شفناه ملي كيشدها ديما كيحاول يكروشي كيكون في اليمين كيدير كروشي للوسط بالاكستيريو دي بي وكيحاول يقادها على العسليه وكيضرب. فاحنا محتاجين بالاخص ملي كتلعب العصبه راه كتحتاج هذه النوعيه لانه راه غادي يكونوا الناس غير رجعوا لك النور وهادي والرجاء سميتها سابقاها. سكيف ديال الفرق راه غادي يسدوا علينا النور. خصك لاعب اللي عندك تميز القذف من بعيد. فكنتمنى انه يكون يعني تكون القناعه قويه عند المكتب المسيد انه ينتهي بالزغوني. راه ماشي غير ديك على وجع عباد الله ولا حنا دخلنا ولا فرقه مبغات تشد مبغاش تلقوا راه حق البريزيدون ديالو لا حق راه السيده كنعطيها كلمه وهي جات وقالت لي داكشي راه هضره خاويه للاستهلاك الاعلامي ني بلس ني موان. الناس الا باغيين يجيبوا واحد اللاعب راه يجيبوه شي واخا يكون هو اللي عاتقهم واخا تكون الدوره الاخرى غيطيحوا للدوزيام ديفيزيون يبيعوه لك. هذا هو اللي كاين بلا ما نبقاو بون الوغ تنظن بان الاخر تقطعت عليه. نشوفوا السيسيمو.